مذهب أبي حسل. هل تعرفون أبا حسل؟ أبو حسل هذا لا يغضب أحدا قط، ولا يحل مشكلة قط. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة، أي فاكهة، فجاء الديك فخطف الثمرة من يد الأرنب وأكلها. فقالت الأرنب للديك: لابد أن نختصم إلى حكم. قال الديك: اختاري من شئت لنختصم عنده. قالت الأرنب: هلم بنا إلى بيت الضب. فذهبا حتى وقفا على باب جحر الضب، فقالا: يا أبا حسل. قال الضب: سميعا دعوتما. قالت الأرنب: جئت أنا وهذا لنختصم إليك. قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت الأرنب: كانت بيدي ثمرة. قال: حلوة فكليها. قالت: فجاء الديك فخطفها مني وأكلها. قال: ما أراد إلا الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقضي بيننا. قال: قد قضيت. فخرج الأرنب والديك من عند أبي حسل دون أن يغضب أيا منهما.